الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي ويؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في المجالات كافة. الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الخضراء في شرم الشيخ ويشارك في ماراثون الدراجات مع الشباب المشاركين في قمة المناخ. بتوجيهات رئاسية إرسال مساعدات طبية إلى لبنان لمساعدتها على مجابهة تفشي وباء الكوليرا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تتواصل في مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر بمشاركة قادة وزعماء العالم. وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة، فهي قمة تنفيذ، إذ ينتظر الملايين حول العالم خروجها بحلول جذرية لمشكلة وظاهرة التغير المناخي وتحركا على الأرض لتتجاوز الشعارات إلى مرحلة الوفاء بالالتزامات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ، حيث أكد الرئيس السيسي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي استمرار مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول. من جانبها هنأت بيلوسي الرئيس السيسي على التنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ، كما ثمنت عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدة على تقدير جهود مصر ودورها المحوري كركيزة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها والأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ. وخلال هذه الجولة تفقد الرئيس السيسي المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، كما التقى بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة. وشارك الرئيس السيسي في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة. المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع، ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوه نفسها من الكرتون معدل تصنيعه، يعني مع البيئه يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنيه اللي معموله فيه معموله من مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجوده بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعيه
عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. نفور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة فندم هي الأمام حضرتك الخيمة اللي لونها أبيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله الماراثون النهاردة. صباح الخير. صباح الخير. شركة بدل الدرجات الشرفية، شركة مصرية نقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة شباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكة المواصلات وهو الجزء الخاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنة دي بأكثر من 500,000 رحلة وأكثر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعة الأولانية اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل الكهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخية. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقة بتغير المناخ. المدى بتاعها قد ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. 200 كيلو ولازم تشحن بعد كده؟ لازم تشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحلة دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الأرض في رسالة للعالم إن احنا لازم نشتغل والبداية من مصر. ربنا يوفقكم. ميرسي. ربنا يوفقكم. شكرا كمان. شكرا. يلا نبدأ. خلال جولته التفقدية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيدة سويدية ناشطة في مجال المناخ. كانت الناشطة السويدية قد حضرت من بلادها لتقطع مسافة 7,000 كيلومتر بواسطة الدراجة الهوائية في رحلة استمرت لأربعة أشهر للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ لقمة المناخ. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ ضمن فعاليات كوب
27. أعلنت مصر وبلجيكا بصفتهما رعاة المبادرة عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، والتي عقدت الثلاثاء الماضي في إطار فعاليات قمة القادة ورؤساء الدول والحكومات للتنفيذ. ورحب رؤساء الدول والحكومات وممثلو مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص المشاركين في المائدة المستديرة بإطلاق المبادرة. أكدت مصر والاتحاد الأوروبي عزمهما على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي وتعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة وتحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل. كما شددت مصر والاتحاد الأوروبي التزامهما بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. أشار الجانبان إلى أن الهيدروجين المتجدد يعتبر مساهما رئيسيا في خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، كونه فرصة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام، وكذلك لخلق فرص للعمل. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية إنها حضرت عددا من العروض خلال تفقدها للمنطقة الخضراء في قمة المناخ والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ. وأعربت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادتها البالغة، خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر حتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى. وأشادت السيدة انتصار السيسي بالمستوى غير المسبوق من الاحتراف بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية، موجهة التحية لكل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف. تواصلت لليوم الخامس فعاليات قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد اليوم انعقاد عدد من الجلسات وورش العمل. وشهد اليوم افتتاح فعاليات يوم العلم ضمن فعاليات القمة، حيث شهد اليوم الخامس من المؤتمر جلسات مخصصة للشباب وأخرى لتطوير المدن الذكية والتحول الأخضر وكيفية تسخير التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون وسبل حماية البيئة في وجه التغيرات المناخية. بالمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري. ريهام برحب بك، ضعينا في صورة اليوم الخامس لانعقاد هذه القمة الهامة على الأراضي المصرية. هذه القمة الهامة وهذا المؤتمر المهم هبة بيشهد مشاركة دولية واسعة النطاق، اليوم يوم حافل وهو اليوم الخامس من مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، بيشهد الكثير وشاهد الكثير من الجلسات والفعاليات والأنشطة. بالفعل كان يوم حافل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كانت هناك الكثير من الجلسات، وربما بدأ هذا اليوم بجولة تفقدية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال ركوب الدراجات قام بجولة تفقدية في المنطقة الخضراء صديقة للبيئة لكي يعطي رسالة إلى العالم أجمع بضرورة الحفاظ على البيئة، وبشكل خاص إن المنطقة الخضراء بها الكثير من الأنشطة الرياضية المختلفة ووجود بعض الدراجات والسيارات الكهربائية في المنطقة الخضراء. كذلك أيضا السيد الرئيس التقى بالشباب اللجنة المنظمة ل هذا المؤتمر الضخم، هذا التنظيم الرائع المبهر، التقى بالشباب الذي تولى عملية التنظيم وبشكل خاص الشباب المتطوع، وتقدم لهم بكل التقدير وبكل الشكر على هذا الدور المهم الذين قاموا به والشكل المشرف الذي أبهر العالم بأسره بفعاليات وبتنظيم مؤتمر تغير المناخ كوب 27. كذلك أيضا من ضمن الفعاليات التي شهدناها العديد
العديد من الجلسات المهمة. اليوم بيحمل عنوان العلم وكذلك أيضا الشباب وأجيال المستقبل. معظم الجلسات كانت بتتحدث في الأساس على أهمية دور الشباب والتأكيد على دور الشباب خلال هذه المرحلة، وبشكل خاص أنهم في معظم الجلسات كانوا بيطرحون أفكارهم على الطاولة ومعهم صناع القرار، ثم يتناقشون حول كيفية تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس وإلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع لمواجهة كل ما يتعلق بالإجراءات أو التغيرات السلبية والتغير الأثار السلبية للتغير المناخي. وبالتأكيد كان هناك تأكيد أيضا على ضرورة وجود خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة التي تهدد البشرية بالكامل من خلال التنفيذ التام لكل ما ورد في المؤتمرات السابقة لتغير المناخ. هذا أيضا ما أكده الشباب في الجلسات المختلفة. أيضا من ضمن الجلسات المهمة التي انعقدت اليوم جلسة بعنوان التكيف والصمود، وتم فيها الحديث بشكل أساسي عن أهمية التكيف لأنها بتعتبر أحد أجهزة الدفاع الرئيسية ضد كل التداعيات الخاصة بتغيرات المناخ الخطيرة. تم الحديث أيضا عن ضرورة دعم أنظمة الرصد المبكر باستثمارات ضخمة للغاية من أجل مواجهة التداعيات الخطيرة لتغير المناخ. ومن هنا تم الحديث كذلك هبة عن ما يعرف بسوق أفريقيا للكربون، وأنه لابد للدول الأفريقية أن تساهم باستثمارات في الحفاظ على الطبيعة لمواجهة كل التغيرات والأثار السلبية للتغيرات المناخية. وأيضا تم التأكيد في مختلف الجلسات والفعاليات التي انعقدت اليوم على ضرورة إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها تجاه الدول النامية والفقيرة، وذلك من خلال التوجه إلى كل المنظمات المالية العالمية بأن توجه كل مصادر التمويل الاتجاه الصحيح حتى يكون هناك عدالة في التوزيع، عدالة مالية بالنسبة للدول الأكثر تضررا من هذه الآثار السلبية للتغير المناخي. أنشطة وفعاليات كثيرة بيشهدها كل يوم من أيام هذا المؤتمر الضخم، هذا المؤتمر الذي يحظى باهتمام عالمي بشكل كبير للغاية ومشاركة عالمية واسعة النطاق، بالإضافة طبعا إلى أنه بيحوي الكثير من الجلسات والفعاليات. المنطقة الخضراء هبة الحقيقة يعني بتشهد أيضا يعني عرض من قبل مؤسسة حياة كريمة لكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع القومي العملاق، هذه المبادرة الرئاسية التي تعد أول مشروع تنموي وأضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، الذي يعمل على تنمية الريف المصري وكذلك أيضا يعمل على تجنب كل ما يتعلق ب يعني التغير المناخي والأثار السلبية، يحافظ على البيئة في كل ما يقوم به من مشروعات تنموية. إذن اليوم كان حافل، وكل يوم في الواقع بيكون حافل بالكثير من الأنشطة والفعاليات في مؤتمر تغير المناخ COP27، والذي أبهر وما زال يبهر العالم بأسره من عظمة التنظيم وأيضا من كل ما يجري على أرض مصر من فعاليات خلال الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر، مؤتمر COP27. نعم. والذي يحمل شعار معا للتنفيذ. نعم بالطبع ريهام، ونحن معكم نتسارع في هذه التغطية لنقل هذه الفعاليات للقمة الهامة على الأراضي المصرية من المدينة الخضراء من مدينة شرم الشيخ. ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري، شكرا لك. استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري. تناول اللقاء مختلف الجوانب الخاصة بمسار المناقشات الجارية في مؤتمر المناخ، سواء في المفاوضات الرسمية بين الدول أو الندوات والفعاليات المنعقدة على هامش المؤتمر، حيث أعرب المبعوث الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في الكثير من تلك الفعاليات. على هامش فعاليات COP27 شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع خطاب إلزام بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري بشأن إنشاء مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بموقع يتم تحديده
لاحقا. وعلى هامش التوقيع أكد مدبولي أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد آلية موثوقة للتعليم الذكي المتقدم الذي يتيح للطلاب الاندماج في سوق العمل فور التخرج وتلبية متطلباته الحالية والمستقبلية التي تعتمد بشكل رئيسي على مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن تلك المدارس تعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات التكنولوجية للمنافسة بقوة في سوق العمل. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط واتحاد الصناعة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ. وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية رؤية مصر 2030، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفعالية والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة شركة كوكاكولا للتعبئة والشريك الاستراتيجي لشركة كوكاكولا العالمية على هامش فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ. وخلال الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة الشركة في رعاية كوب 27 مؤتمر المناخ، مضيفا أنه فيما يخص مجال عمل الشركة في مصر فأنه يود الاستماع إلى خطط كوكاكولا للتوسع وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا التزام الحكومة بدعم استثمارات القطاع الخاص وتذليل أي عقبات قد تواجهها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على هامش فعاليات قمة المناخ، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة. يأتي اللقاء في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ. كما تناول الاجتماع موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطات من هذه السلع عند مستويات آمنة. تنطلق غدا فعالية اليوم الخاص بإزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 والمنعقدة في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ. ويأتي ذلك بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ. وتلقي الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون. تناولت جلسة نقاشية أجرتها منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء قضية الهجرة المناخية وأبرز أسبابها وأضرارها على العالم. وقالت أمل إسماعيل الباحثة في الطاقة المتجددة والدراسات البيئية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قالت إن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري والتحديات المرتبطة بهما بالإضافة إلى التنمية غير المتكافئة سترفع معدل الهجرة الداخلية إلى 170 مليون شخص في 6 مناطق بإجمالي تقريبي 200 مليون مواطن في 2050. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن. وأكدت القوات المسلحة أنها ستكون مطروحة من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.
في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ الجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية. متشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الأهم. المصر هو ابن البلد، دي مصر بالنسبة له ايد واحدة لجني كلنا. أما التبرد وهمنا، وده كله فضل وخير كتير من ربنا وآخر كرم. وبلدنا دي ما تنساش، بالشدة ما تستناش، ليك ضهر وراك اتطمن، ليه تحت العم وإيمان. لا 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 لا. حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات. ما تشيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الأهم. المصر هو ابن البلد، دي مصر بالنسبة له ايد واحدة لجني كلنا. أعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية. احنا احسن من دول كتير خالص، وربنا يستر علينا، وربنا يخلينا رئيس، وربنا يخلي شعب مصر كله. وجميع الشعوب مضغوطة، جميع الشعوب اللي حوالينا كلها مضغوطة، مش انا بس، والغلا في كل مكان. بس الشعب انا عايز بقول له اصبر، لان الصبر مفتاح فرج، مفتاح فرج. وباذن الله ربنا يعين السيسي ويعين البلد برضه. البلد الحمد لله في امان وعايشين في امان، ما كانش موجود الامان دوت. اغلى سيمه في الدنيا هي الامان، واحنا عايشين في امان الحمد لله. الحمد لله بناكل وبنشرب وماشيين في امان، وبيتنا بيروح ويجي بامان. الدنيا خير، فيها خير، بس عايزه شويه صبر من الشعب. ما دي ازمه عالميه، واحنا الحمد لله عايشين، والناس عايشه، الناس عايشه، ما فيش مشكله يعني. وبدليل ان الحاجه اهي موجوده اهي، والناس كلها ملمومه عليها. ايه حاجه رخيصه كويسه، في ناس كتير قوي يعني، في بلاد اجنبيه بشوفها في التلفزيون مش لاقيين الحاجات دي كلها. فاحنا بالنسبه لنا وبالنسبه اللي احنا فيه ده الحمد لله كويسين الحمد لله، وبنلاقي كل المنتجات في السوق. والله حاجه كويسه جدا من الدوله، بتوفر علينا حاجات كتير، وانا شايف ان الاسعار مناسبه للجميع يعني. وطبعا الاستمرار في حاجه زي كده كويس جدا. لا السعر جميل يعني، 50 جنيه وفيها حاجات تعدي ال 100 يعني، حاجات جميلة. وكتر خيركم على تعبكم وشقاكم واللي انتوا بتعملوه معانا بصراحة. واللي اتعمل في البلد دي ما اتعملش من 30 سنة، وأنا بشكر سيادتك، وربنا يخليك لينا وربنا يخليك لمصر. وتحيا مصر، تحيا مصر 100 مرة، تحيا مصر 100 مرة. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشي وباء الكوليرا، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة إلى الشعب اللبناني لمساعدته على السيطرة في تفشي هذا الوباء. انت
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشي وباء الكوليرا بدولة لبنان، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدتهم في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا. هذا وأعرب المسؤولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان لمساعدتها في السيطرة على هذا الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الاستيطان. نحن حقيقة بدنا نغتنم الفرصة لنشكر أخوتنا وأشقائنا في مصر حكومة شعبا وقيادة على دائما الوقوف بجانب لبنان في كل أزماته إن كان صحية أو غيرها، ونحن أكيدين أنه بإذن الله بهذه الدعم وهذه الجهود المبذولة إن شاء الله لبنان بمساعدة أخوان وأشقاء وسوف يتمكن من تجاوز المحن اللي عم بمر فيها. ويعد الدعم المصري المقدم للجانب اللبناني تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 475 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 68 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 31 طنًا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 37 طنًا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 640 قضية من بينها 73 قضية خبز ناقص الوزن و62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 184 طنًا. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والدجني والجرائم التي تضر بالبيئة، ونجحت حملات الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استكمالا لما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لحماية البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والتصدي لجرائم غش السلع بكافة أنواعها، فقد وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية متنوعة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل عدد من محلات وشركات المواد الغذائية واللحوم، وكذا مطعم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة. كما تمكنت من ضبط المسؤولين عن شركتين بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة بداخلهما أكثر من 10 أطنان لحوم ودواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر. واستمرار للحملات الأمنية بالقاهرة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها أكثر من 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 1.5 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 78 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة وبدون بيانات داخل مخزنين ومصنعين وشركتين بدون ترخيص لتخزين والإتجار في هذه النوعية من الأعلاف، وضبط شركة ومحل بدون ترخيص للأسمدة الزراعية عثر بهما على 7.5 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 طن أسماك ومشروم داخل مخزن بدون ترخيص تابع لشركة للاستيراد والتصدير بالجيزة، وضبط أكثر من 8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة. واستكمالا للحملات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت من ضبط 73 طن أعلاف حيوانية بشركة بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية، وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية متنوعة بجمعية تعاونية بدون ترخيص للثروة الحيوانية ومحل لخلط الأعلاف بدون ترخيص. وتستمر الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية وما تحققه من نتائج إيجابية من أجل حماية البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والداجنة. أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام بالتحقيق في شكوى النزيل علاء عبد الفتاح بعدما تلقت النيابة العامة شكوى من وكيلي النزيل متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية لإضرابه عن الطعام والشراب حفاظا على سلامته وحياته. وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، وانتهت اللجنة في تقريرها بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل إلى أنه قد قرر تناول سعرات حرارية كافية يوميا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم والنبض ونسبة الأكسجين ونسبة السكر في الدم ودرجة الحرارة جميعها في حدودها الطبيعية، كما أن رسم القلب في إطاره الطبيعي، مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمر مشكوك في صحته. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بريطانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 18 مليار جنيه استرليني. جمدت الحكومة البريطانية أصولا تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه استرليني ومملوكة لرجال أعمال روس ممن يطلق عليهم الأوليغارك وأفراد آخرين وشركات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية، وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني. أعلنت روسيا أن قواتها تقوم بالانسحاب من منطقة بالقرب من مدينة خيرسون الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لنهر دنبرو بالقرب من خيرسون. من جانبه أشار مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش إلى بقاء بعض القوات الروسية في خيرسون، موضحا أن موسكو تقوم بإرسال تعزيزات إلى المنطقة. قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالجوني قال إن القوات الأوكرانية تقدمت 7 كيلومترات في اتجاهين في الجنوب وسيطرت على 12 تجمعا سكنيا في الساعات 24 الماضية. وقال المسؤول الأوكراني إن كييف لا يمكنها تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الروسية من خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ العملية الهجومية بما يتماشى مع خطتها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الانصياع المستمر للولايات المتحدة لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات خارجية مستقلة
تركز على ضمان مصالح مواطنيها. وأضافت زاخاروفا أن مطالب إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آخذة في الازدياد، مشيرة إلى أن التقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لمعاقبة روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم. распространяет Запад в отношении России. Просто им, наверное, нужно были очередные. فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعذر حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب والمقررة ب 86 صوتا من بين 114 نائبا حضروا الجلسة. رفع رئيس المجلس جلسة النواب دون عقد جولة ثانية للانتخاب بعد فقدان النصاب القانوني، حيث يتطلب فوز المرشح للرئاسة في الجولة الثانية 65 صوتا فقط. ومن المقرر أن يعقد البرلمان اللبناني جلسات لانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 29 من سبتمبر الماضي، إلى أنه لم يتمكن من حسم منصب الرئاسة حتى الآن. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة لحماية لبنان والحفاظ عليه وإزالة العراقيل أمام تعافيه لإنهاء حالة تصريف الأعمال. وأوضح ميقاتي أن مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية يشكل عنوان انتظام عمل السلطات كلها، مشددا على أنه لا يجوز أن يبقى خاليا وأن خلو سدة الرئاسة يفسد الحياة الدستورية ويعيق تعافي البلاد. أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نجاح إقلاع اختباري للمقاتلة الكورية الصنع كي أف 21 في أول رحلة طيران اختباري لها في إطار المشروع الذي تبلغ تكلفته 6.67 مليار دولار. يأتي ذلك تزامنا مع سعي كوريا الجنوبية إلى استبدال أسطولها القديم من مقاتلات F-4 و F-5 بطائرة متطورة، وتعزيز قوتها الجوية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لنشر 120 طائرة من طراز KF-21 بحلول عام 2032. كشفت الحكومة الإندونيسية عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيرأس وفد بلاده. وأضافت الحكومة الإندونيسية أنها تحترم قرار الحكومة الروسية، والذي أوضحه الرئيس بوتين نفسه سابقا للرئيس جوكو ويدودو في محادثة هاتفية ودية للغاية. وكان من المقرر أن تكون القمة المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن وبوتين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا بشأن لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حيث أكد السيد الرئيس على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات. لقاء الرئيس السيسي مع بيلوسي والوفد المرافق لها جاء على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ، حيث أكد الرئيس السيسي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي استمرار مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول. من جانبها هنأت بيلوسي الرئيس السيسي على التنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ، كما سمنت عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدة على تقدير جهود مصر ودورها المحوري كركيزة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها والأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.
وصلت القافلة الطبية بقرية بهيك في مركز أسيوط بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج لهم بالمجان. وتستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن وتقديم العلاج المجاني لهم. وضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة، وتم تحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. هنا بلا شك العيان بيستفاد، انت بتيجي لغايه عنده، مش بتكلفيه مواصلات، مش بتكلفيه انه يتنقل من مدينه لمدينه او من مكان لمكان او يضيع وقته او فين لما يوصل مثلا العاصمه في اسيوط، لا ده انت بتيجي لغايه عنده، بتشخصي له المرض بتاعه، بتساعديه، بتصرفي له علاج مجاني، بتكشف عليه في جميع التخصصات اللي هو عايزها. اكيد بلا شك هو بيستفاد. احنا هنا دورنا ان احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعه الادويه اللي موجوده معاه في التذكره من قبل الطبيب، بنشوف الادويه متوافقه مع بعضها او متوافقه مع الحاله ولا لا، وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبه ليها هل اتاخدت ولا لا، وبنفهم المريض قبل ما ياخد العلاج هو هياخده ازاي والطريقه اللي هيتعامل بيها مع العلاج ايه، الاعراض الجانبيه اللي ممكن هتظهر معاه مع الادويه علشان ما يوقفهاش من تلقاء نفسه قبل ما يرجع للطبيب ايه ويضر نفسه بيها. فاز فريق جرين أكو من طلاب كلية العلوم بجامعة بني سويف بالمركز الأول في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي الإبداع للاستدامة. أكثر من 40 جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية شاركت في تلك المسابقة التي تأتي تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27. تزامنا مع مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، فاز مشروع فريق جرين إيكو من طلاب بكلية العلوم بجامعة بني سويف بالمركز الأول، وهو أحد المشاريع الستة التي تقدمت بها محافظة بني سويف في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي الإبداع للاستدامة. احنا لما عملنا السيستم بتاعنا ما وقفناش لحد كده، ده كان مجرد بروتوتايب لينا، واحنا دلوقتي بنحاول نعمل سنسورز معينه نضيفها في السيستم عشان تحدد لنا الظروف بتاعه الطحالب والميديا اللي موجوده. فائده الفوتو باي رياكتور، الطحالب بتستمد غذائها من الغازات الدفيئه وثاني اكسيد الكربون، وده بيقلل من الاحتباس الحراري. استكمالا للي احنا استخدمنا الطحالب، احنا استخدمنا الطحالب مش بس عشان نعالج مشكله التغيرات المناخيه، لا احنا كمان هنقدر نعالج مشكله الميه. احنا طبعا مبسوطين ان احنا فزنا بالامس في مسابقه الهاكاثون الجامعات المصريه بالمركز الاول واستحوذنا على 100,000 جنيه. الفريق فاز بمشاركه اكثر من 40 جامعه ما بين حكوميه وخاصه واهليه، حيث تم اختيار المشروع من قبل لجنه تحكيم تضم نخبه من أساتذة وعلماء بالجامعات المصرية بالإضافة إلى مستشارين لعدد من الوزارات المعنية. احنا كان عندنا ملاحظة هي ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، وده كان سبب ان العالم كله يقف ويوجه اهتمامه لجد حلول لهذه المشكلة، واحنا جرين إيكو تمكننا من احنا نوجد حل هذه المشكلة عن طريق استخدام الطحالب الدقيقة. مشروعنا باختصار بيتكلم عن احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة عن طريق ان احنا بنستخدم الفوتو باي رياكتور الورايا ده، وان احنا بننتج الوقود الحي ومنتجات اخرى صديقه للبيئه. احنا في مشروعنا استخدمنا الطحالب الدقيقه بالتحديد عشان ليها عده اسباب. اول حاجه ان معدل نموها سريع، كمان تكلفتها بسيطه، بتقدر تادبت مع كذا بيئه، ممكن ان انا اجيبها من مش بس من ميه الري او الصرف، كمان ممكن الاقيها في الويست ووتر. هذا وتقوم الفكره الاساسيه للمشروع على احتجاز الكربون عن طريق استخدام الطحالب الدقيقه في انتاج الوقود الحيوي ومنتجات بيولوجيه صديقه للبيئه ذات مردود اقتصادي كبير، حيث يأتي ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية واكتشاف حلول بديلة تكون صديقة للبيئة. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعالية ندوة بجامعة النهضة ببني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية. هذا بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. كما استعرضت الندوة فعاليات مؤتمر شرم الشيخ والمنعقد لقمة المناخ.
حاولنا نتحاور مع الشباب على ملفين مهمين جدا، ملف كوب 27 وتزامنا مع انطلاقه في مدينه شرم الشيخ، وايضا اهم التحديات او المشاكل اللي بتقابلهم واللي عندهم رغبه لرفعها لمجلس امناء الحوار الوطني. بنحاول الحقيقه من خلال اللقاءات اللي بنعقدها ان احنا نستمع اكتر للشباب، نحاول الرد على بعض الاستفسارات اللي عندهم. لقاء جميل جدا مع طلاب جامعه النهضه من مختلف الكليات، بنتحدث فيه عن بعض الموضوعات الهامه على راسها التغيرات المناخيه، وده المؤتمر كوب 27 اللي شغال حاليا في مصر شرم الشيخ، الى جانب الموضوع الاكثر اهميه واللي بيعني كل المصريين واللي احنا تنسيقيه شغالين عليه في كافه ربوع الاراضي المصريه، وهو الحوار الوطني. تم الحديث مع الطلاب حوالين اهم القضايا المتعلقه بالحوار الوطني والتاكيد على دعوه فخامة السيد الرئيس السيسي حوالين التعرف على المشكلات اللي بتواجه المواطنين في كافه مناحي الحياه، سواء كانت قضايا اقتصاديه او قضايا اجتماعيه او قضايا سياسيه. والان نتحول الى اخبار المال والاعمال. وشروق عماد، اليك شروق. شكرا دينا، شكرا هبه، اهلا بحضراتكم وجوله اقتصاديه جديده. التقى وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة. وأوضح الملا أن هناك تنسيقا مستمرا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأحد شركاء التنمية من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبه أعرب سنبل على أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي حققت نمواً إيجابياً في ظل حدة أزمة فيروس كورونا، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص قناة السويس الدائم على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات العديدة التي مرت بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة. وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيث كليم، أعرب رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه المنظمة في صناعة النقل البحري باعتبارها المنظمة الأبرز المسؤولة عن إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782 مليارا و100 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 2210 نقاط. كما ارتفع أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و37 قرشا للشراء و24 جنيها و46 قرشا للبيع، وسجل اليورو 24 جنيها و23 قرشا للشراء و24 جنيها و32 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيها و90 قرشا للشراء و28 جنيها للبيع. أما عن العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و63 قرشا للشراء و6 جنيهات و65 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي أيضا 6 جنيهات و47 قرشا للشراء و6 جنيهات و49 قرشا للبيع.
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن عجز الميزاني التجاري زاد بنسبة 60% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، إلى مستوى قياسي بلغ 6.63 مليار دولار. وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من 2021. ويعد العجز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ودينا، إليكم. شكرا لك شروق عماد. أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أورنشتال براديش شمال شرقي الهند. وأفاد المركز بأن مركز الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترا شمال غربي مدينة باسار وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض. مع أخبار الرياضة عودة مرة أخرى إلى شروق. شكرا هبة، شكرا دينا، إلى أهلا بحضراتكم من جديد وجولة رياضية جديدة. خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للسيدات أمام نظيره الكونغولي بنتيجة 21-20، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في السنغال. ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في مباراته القادمة غدا الجمعة مع نظيره التونسي. أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم انضمام محمود حسن تريزيجيه نجم فريق ترابزون سبور إلى معسكر المنتخب المقام حالياً بالقاهرة. كما شارك تريزيجيه في ميران المنتخب على استاد القاهرة، وذلك في إطار الاستعداد لودية المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي والمقرر في 18 من نوفمبر الجاري بدولة الكويت. يواصل المنتخب الوطني للناشئين تدريباته استعدادا لمواجهة تونس الحاسمة المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما، من أجل إحياء فرصة للتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف واحد. وبات المنتخب الوطني للناشئين مطالبا بتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي ثم الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة في 14 من نوفمبر الجاري للحفاظ على فرص التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين. انتهت جولتنا الرياضية مرة أخرى، عودة إليكما هبة ودينا. شكرا لك شروق. أطلقت وكالة ناسا قمرا صناعيا يهدف إلى تحسين القدرة على التنبؤ بالطقس ودرعا حراريا تجريبيا قابلا للنفخ لحماية المركبات الفضائية التي تدخل الغلاف الجوي، وذلك من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تم تطوير القمر الصناعي جي بي اس 2 لصالح الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، حيث تم وضعه في مدار حول الأرض لينضم إلى الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها في وقت سابق في نظام تم تصميمه لتحسين التنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، إليك شروق.
شكرا لك هبة، شكرا لك دينا. الآن مع جولة أخيرة وأخبار الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17، الإسكندرية 24-17، مطروح 23-16، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 26-14. وعن السويس 25-15، العريش 23-17، طابة 24-19، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 27-19. والأقصر 28-14، أسوان 29-15، الوادي الجديد 29-12، شلاتين 28-27، حلايب 25-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
العودة مرة أخرى إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع بيلوسي عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس السيسي بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد إلى مصر، مؤكدا استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات. كما أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدا استمرار مصر في تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول. من جانبها هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنة عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، آخذا في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين. كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكي، حيث حرص أعضاء الوفد على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر، فضلا عن تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا، حيث أكد السيد الرئيس أن حلها يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، وذلك بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية. وردا على استفسارات لبعض الأعضاء من الوفد، شرح الرئيس السيسي الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكدا على الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري. كما تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام وللحفاظ على التهدئة بين الجانبين، في حين أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي يفتح أفاقا للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة. وتم أيضا مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي. كما استعرض السيد الرئيس كذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية وتحديث البنية الأساسية بشكل هيكلي، وكذا الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
بدايه النشره ولم يتبقى لنا سوى التذكره بابرز ما جاء فيها من اخبار. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي ويؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في المجالات كافة. الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الخضراء في شرم الشيخ ويشارك في ماراثون الدراجات مع الشباب المشاركين في قمة المناخ. بتوجيهات رأسية إرسال مساعدات طبية إلى لبنان لمساعدتها على مجابهة تفشي وباء الكوليرا. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع شفق المنيري. مساء الخير. مساء الخير يا شفق. مساء النور يا هبة، مساء النور يا دينا. ويعني النهاردة النشرة مليئة بالأخبار الكتيرة والتغطية الخاصة بشرم الشيخ، ودي فرصة صحيح يعني إحنا كلنا زملاء، بس لازم أحيي الحقيقة قطاع الأخبار وأحييكم أنتم كمان في نشرة التاسعة وكل الزملاء والتغطية الرائعة اللي بتقوموا بيها من الخبر من التحليل. بجد يعني تغطية الحقيقة عرفنا كل الأشياء والأفكار، وبحييكم بشكل كبير يعني. نشكرك يا شفقي وكل التوفيق في الحلقة ومع مشاهدينك بإذن الله. توفيق يا رب إن شاء الله. بشكرك يا هبة وبشكرك يا دينا وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام تفضلوا نبدأ معكم برنامج التاسعة.